صحيح. والحقيقة يمكن ان هو يعني زي ما انت قلت، يعني ما يمكن ما بيتعرفش يعني او ما بيعترفش بفضل النادي الا شخص فعلا الكويس، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فالكابتن الخطيب الحقيقة الأسطورة الكبيرة، الرمز الكبير، عشان كده يمكن كانت خلال زيارته وتكريمه الكابتن ميمي زي ما حضراتكم يمكن شفتوا في الفيديو اللي سبق ده في بيته، قال قدام الناس كلها انه كابتن ميمي عبد الحميد كان له فضل كبير عليه هو شخصيا، وكان اول واحد ضمه للفريق الاول في النادي الاهلي. فتعالوا نشوف كده زياره كابتن محمود الخطيب وتكريمه الكابتن ميمي عبد الحميد الله يرحمه زي ما احنا طبعا شفناه كده. تعالوا نشوف ونرجع تاني. طبعا زي ما قلنا لحضراتكم انه كابتن ميمي طبعا مدافع النادي الاهلي الكبير كان بيعاني الفتره اللي فاتت تحديدا يعني من المرض، فربنا يرحمه يا رب ما يغلاش على اللي خلقه زي ما بنقول كابتن هاني. ودي طبعا الحقيقه اسرته الصغيره، ولكن طبعا اكيد اسرته الكبيره في قمه الحزن اكيد. اكيد طبعا، وزي ما قلت لك يعني سهام الموضوع كابتن محمود الخطيب بيقوم بدوره كرئيس للنادي الاهلي في وقت توليه المسؤوليه وبعد نجاحه من في مجلس الاداره. صوره تعبر عن النادي الاهلي طبعًا. بصراحه وتعبر عن قيمه النادي الاهلي. بنقول الف رحمه على الكابتن ميمي، وان شاء الله باذن الله يعني تكون حتى الفوز بهذه البطوله الغاليه كمان كانت يمكن مواساه لاسره وابناء الفقيد الكابتن ميمي.